بعد زواجها من مسلم، أمل صقر تلمح لسبب انفصال زوجها عن طليقته. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. بعد أيام من زواجها بمسلم، خرجت الفنانة أمل صقر بتدوينة مثيرة تتحدث من خلالها عن المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق، وأشارت إلى أن العامل الجنسي هو السبب الرئيسي الذي يدفع الزوجين إلى الانفصال. وكتبت أمل صقر تدوينة عبر حسابها على ستوري بالإنستغرام تتحدث من خلاله عن مشاكل الحياة الزوجية وتحديدا الجنسية التي يمكن أن تضعف رغبة الزوجين، وكتبت: عامل مهم بين الأزواج وهو العامل الجنسي والمشاكل التي تتكون وتتسبب في معاناة للطرفين ولا يمكن للشريك التحدث عنها، وبذلك تكون معاناة حقيقية في صمت. وأثارت صقر الجدل بين المتابعين بتدوينتها التي اعتبرها البعض تلميحا لسبب انفصال مسلم عن طليقته، حيث أشار الجمهور أن أمل صقر لا يجب أن تتطرق لمثل هذه المواضيع، خصوصا في الوقت الذي لا زالت طليقة زوجها تكسب تعاطف الجمهور المغربي. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.